أنا أعمل في الجمهورية العربية اليمنية وأسكن مع زميلين لي في مسكن من 3 غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه وقلت علي الطلاق بالثلاث، حتى هذه الغرفة لا أقعد معك فيها. وكنت آنذاك في حالة غضب، فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا، ولكن بعض الزملاء الحاضرين قال إني لم أقل بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرا، وفعلا نقلت فراشي ولم أجلس معه في تلك الغرفة، بل انتقلت إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني أحيانا أضطر إلى الدخول إلى تلك الغرفة للحاجة، فهل يقع علي طلاق بهذا، علما أنني إنما عقدت النكاح على فتاة فقط ولم أدخل بها؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبا من لسانه يتلفظ به بكل مناسبة، لأن الطلاق لفظ ثقيل ويترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن يبعد الطلاق عن لسانه ولا يتخذه سلاحا يتلفظ به عند كل مناسبة. أما بالنسبة لما صدر منك أيها السائل، أنك تشاجرت مع زميلك أو مع زملائك فتلفظت بالطلاق ألا تدخل غرفة فيها هذا الذي تنازعت معه، فهذا فيه تفصيل. إن كنت أردت منع نفسك من الدخول فقط، استعملته استعمال اليمين وهو أنك قصدت أن تمنع نفسك من الدخول ولم تقصد تطليق زوجتك، فهذا يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد أو نصف صاع من الطعام، أو تكسوهم لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وبذلك تنحل يمينك وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك. أما إذا كنت قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين، وإنما قصدت طلاق زوجتك وعلقته على دخولك الغرفة، هذا إذا حصل الدخول وقع الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذه الزوجة فإنها تبين، تكون بائنا لا رجعة لك عليها. فإذا كان الطلاق أقل من 3 لك أن تعقد عليها عقدا جديدا، لك أن تعقد عليها عقدا جديدا برضاها ورضا وليها. نعم. أما إذا كان الطلاق 3 فإنها تكون بانت بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. نعم.